امبارح كان في حفل كبير تابعناه مع بعض على شاشه سي تي في في الكاتدرائيه المرقسيه بالعباسيه بحضور قداسه البابا وعدد من الاباء وعدد من القيادات في وزاره التربيه والتعليم. بنتكلم على ماده التربيه الدينيه المسيحيه وتقديمها بشكل شيق للطلبه، وكمان كان في تكريم لعدد امبارح كتير جدا سواء من الطلبه او الاساتذه. لكن عايز اقول ان بصراحه لما بنجيب سيره ماده الدين ولما عدنا نفتح كده ونتكلم قبل الهوى مع الزملاء، كل واحد ليه ذكريات لا تنتهي مع حصة الدين في المدرسة. يعني ازاي كان بيطلع من الفصل، وازاي كان يقعد مرة في الحوش ومرة المطر اتمطر ومرة مش عارف الدنيا شمس وحاجات كده كبيرة جدا. فأنا عايز وإحنا بنتكلم عن مادة التربية الدينية المسيحية في المدرسة وازاي يتم الاهتمام بيها، كلمونا وابعتوا لنا ذكرياتكم على لايف الفيسبوك عن ذكرياتكم مع حصة الدين في المدرسة. هنتكلم كتير النهاردة ونتكلم عن الهدف الكبير من وراء التعاون ما بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ووزارة التربية والتعليم. لكن في البداية اسمحوا لنا نرحب بضيوفنا اللي منورينا، أستاذة فيبي لبيب بطرس موجهة بإدارة المعصرة التعليمية. أهلا بحضرتك. أهلا بك. نورانا. نورك. وبيشرفنا يكون معانا دكتور عبد الله ابراهيم حنا، المنسق العام للجنه المجمعيه للتربيه الدينيه وخبير الماده بالوزاره. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك. نورنا. اهلا بكم. منورنا وصباح الخير. صباح النور. وانا عايزه ابدا معاكم بقى بالاحتفاليه الجميله اللي كانت على مسرح الامبرويس قبل ما ندخل بقى في الذكريات اللي اسحاق فكرنا بيها كلنا. لكن دكتور حضرتك شفت الاحتفاليه دي وتنظيمها وانها المره الاولى اللي يكون فيها يعني التعاون ده ازاي؟ هو طبعا أنا شغال في ديوان الوزارة أصلا. فأول حاجة فكرت فيها لازم أعمل ربط بين الكنيسة وبين الوزارة. وده تم يوم 6 يناير، خدت ميعاد من قداسة البابا إن الوزير ونائب الوزير ومكتب التربية الدينية يجوا يقعدوا مع قداسة البابا قعدة خاصة. وبالفعل خدنا الميعاد من أبونا بولس حليم، وراح معالي الوزير ونائب الوزير والدكتور محمود اللي في المكتب معايا وانا، ورحنا قعدنا مع قداسه البابا وناقشنا بعض الامور الهامه. كانت لسه المسابقه جديده، طبعا المسابقه لها موضوعنا، بس بتكلم الاول على الربط بين الكنيسه والوزاره بحيث يبقى في تفاهم قائم نقدر نعمل الحاجات اللي احنا عاوزينها. انا بروح متابعات المحافظات المختلفه، سوهاج، إنا، أسيوط، المنيا إلى آخره. أيوة. بقينا نعمل ربط، يعني بروح المتابعة التربية الدينية، بتقابل مع وكيل وزارة بتاع المحافظة، وبعد ما بنخلص بنتقابل مع أسقف الأبروشية أو الأسقف اللي فيه المحافظة مع موجهين ومدرسين التربية الدينية لحثهم على تدريس المادة. نبقى مسؤولين في الوزارة والمسؤول بالزبط. أو الراعي. يعني نعمل الربط بين الطرفين. لو في مشاكل في الانتدابات أو كلام من ده نقدر نزللها مع وكيل الوزارة ومع المسؤولين. الكنيسة تشجع ولادنا على إن هم يقوموا بعملية التدريس باقتناع. أيوة. لانه كان بيتتاخد الحصه. يعني ايه باقتناع يا فندم؟ نعم؟ يعني ايه باقتناع؟ هو بياخدها غصب عنه الاول، عشان كده الكلام اللي حضرتك كنت بتقوله. ان في مشكلات وفي بيهرب من الحصه والى اخره من الحاجات دي. احنا لسه عندنا كتير هنقوله. بتكلم مع حضرتك. لسه معانا اسئله. بحكي لحضرتك يعني بالترتيب كده. تمام. احنا بس يعني قبل ما نخرج بالتقرير نشوف برضه استاذه فيبي. بصي انا هقول لحضرتك، انا عايز نتكلم يعني بصراحه اكتر واكتر. يعني كان بالنسبه لي مثلا وانا في المدرسه حصه الدين دي هي حصه الالعاب، تمام؟ ما فيش حد كان بيجي. يعني ساعات ممكن يبعتوا لنا مدرس الجغرافيا يعمل حصه دين، وساعات الراجل ما بيجيش. يعني فبتبقى حصه العاب اللي هم الثلاثه اربعه او العشره المسيحيين في الفصل بيخرجوا يمشوا. هل في المدارس الحكوميه لا زالت لحد دلوقتي حصه الدين، انا اسف ان انا اقول، بدون اهتمام؟ لا صدقني، نشكر ربنا ان الايام دي فعلا الوضع اتغير خالص. طبعا. والطريقه اختلفت. يعني انا حتى اما بتكلم على ادارتي انا كاداره محدوده، اداره المعصره، كل المدارس دلوقتي حصص الدين متوزعه بامانه. بقى يوجد دلوقتي اماكن لتدريس ماده الدين المسيحي بقدر الامكان. يعني ايه اماكن؟ ليهم مكان معين؟ يعني ما عادش زي ما حضرتك كنت بتقولي تحت السلم وفي الحوش. أيوة. والكلام ده لا بامانه ما بقاش في الكلام ده خالص. أيوة. لا بقدر الامكان يعني. يعني في مديرين مدارس صدقني في مشكله تعرضنا لها، يعني قال انا لو ما فيش مكان يا استاذه ممكن يجوا يقعدوا معايا هنا في المكتب. بس هي يعني بيبقى اساسها المدرس يا مستر اسحاق، لما بيبقى حابب ان هو يدي بيوفر المكان وبيدي. ونشكر ربنا ان معظم
الاساتذه دلوقتي واخدينها كخدمه وكمحبه وبيدوا. انا اسف للقطع، احنا عندنا مدرس دين مسيحي متخصص ولا زي الاول مدرس الجغرافيا ومدرس العلوم؟ هو حاليا ما عندناش مدرس دين مسيحي متخصص، لكن بعد التدريب اللي هو هيتم وتم الاعلان عنه امبارح برضو اللي هو تحت اشراف الانبا هرمينا ودكتور عبد الله وكده، هيتم تدريب 1000 معلم. الله، دي حاجه جميله. او هيبقى متخصص دين مسيحي ومعاه شهاده معتمده من الوزاره ومن الكنيسه، فهيبقى على اساس ان هو هيبقى الموضوع اكتر تخصصيه في ان هو يدي الدين، لان في احيانا كثيره كانوا بيقولوا لي انا مسيحي بس مش قادر، انا ما عنديش المعلومه. كان بقدر الامكان اقول له يبقى اقصى حد حضرتك هتقرا المقرر وهتفهمه للولاد، لكن طبعا لما بيبقى خادم بيبقى قاري بيبقى عامل بتفرق، وبيقدر ان هو يوصل المعلومه او المطلوب من الماده كويس. احنا نفسنا نوصل لفكره انه ما فيش كلمه بقدر الامكان، وما فيش عشان يعني يبقى في المقام الاول بس هو خادم، لكن خادم ومتخصص زي تدريب هيعمل ايه؟ لا، ما احنا يعني بصدد دلوقتي تغيير زي ما حضراتكم اتكلمتوا، يعني بنامل ان نوصل للمطلوب. فانا هستاذنكم اننا نخرج دلوقتي نشوف جزء من الاحتفاليه او التقرير ده بخصوص الاحتفاليه اللي كانت امبارح على مسرح الانبا رويس، ونرجع نكمل حوارنا. تقدمنا بطلب ان احنا نعمل مسابقه بحثيه مسيحيه اسوى بالمسابقه البحثيه الاسلاميه، وخدت موافقه معالي الوزير، وبعد كده تشكلت لجنه لاعداد المسابقه. طبعا احنا النهارده في يوم مفرح جدا، لان هو يوم حصاد مجهود سنه كامله في نشر وتوزيع وتجميع وتصحيح المسابقه ورصد درجاتها. حاجه كبيره وحدث تاريخي كبير جدا، طبعا البركه في قداسه البابا، ربنا يديله الصحه وطوله العمر، ومساعده الدكتور عبد الله ان تم اختيار عضو، انا عضو في المكتب الفني في الوزاره، ان تم اختيارنا وتشكيل الجهات التنفيذيه ازاي بننشرها وازاي بنحاول ندعمها. طريقه الوصول الإجابات من المحافظات إلى القاهرة، المصدر اللي هنقدر نصحح فيه الجمهورية كله، كانت بتقابلنا بعض الصعوبات، خصوصا أن كان في جائحة الكورونا، فكانت بتعمل عصرة شوية في وصول، خاصة بريد أو على آخره، في وصول الإجابات إلى محافظة القاهرة. يعني حقيقي كل الأولاد يستحقوا الشكر والتقدير، الأولاد اللي هم المتفوقين، لأن كنا محدودين بعدد معين. دخلت مسابقة عرفت، يعني أنا كنت شايف أن أنا أكرم من البابا تودروس، بس لما عرفت دخلت، وماما والمس قعدوا يعني يقولوا لي ادخلها يعني حلوه، وانا كنت مش اتوقع ان انا اكسب يعني. طبعا جزء من الحفل بالامس ومشاركه عدد كمان، لكن انا بس كنت عشان ما تابعتش الحفل كله يعني على الهواء، لان احنا كنا هنا في القناه. دكتور، انا عايز اعرف من حضرتك الاطفال هم كان يعني ايه نسبه مشاركتهم وكانوا بيشاركوا في ايه؟ هو طبعا احنا اعلنا على المسابقه، المسابقه ده حدث اول مره يحصل. تمام. كتبت طلب باسم الكنيسة زي ما أنا وضحت امبارح في الاحتفالية، طلب باسم الكنيسة المصرية الأرثوذكسية بعمل مسابقة بحثية دينية مسيحية أسوى بالمسابقة اللي بتتم في الإسلامية عن طريق الأواف. يبقى مسابقة مناظرة ليها، والحمد لله خدت موافقة الوزير شخصيا، كتب وافق على عمل مسابقة، وبدأنا في مراحل المسابقة إزاي تنتشر. المسابقة لقت قبول كبير جدا، أولا هي اتعملت في شهر ديسمبر وانتهت في نص ثلاثة، كان بداية كورونا. لو لاحظنا الفترة اللي كانت فيها المسابقة، فترة كانت أجازة نص السنة، فترة كان فيها امتحانات، يعني الطلبة مش موجودين. فعملنا جروب اسمه لا تكن إلا فرحا، حطينا عليه المسابقة وحطينا عليه يعني الحاجات المساعدة ليها عشان نعرف الموجهين، وانتشرت برضو عن طريق الكنيسة وعن طريق المعلمين في المدارس. لاحظنا ان لما جينا نجمع المسابقه، المشاركه اللي تمت الفعليه اكتر من 45,000 متسابق. 45,000 متسابق. كنا بنطلب من كل محافظه بتصعد خمسه مرحله ابتدائيه، خمسه اعدادي، خمسه ثانوي. جمع كل المحافظات، جت عندنا الوزاره
وبدأ لجنة تقيم المسابقات اللي جات عشان نقدر نصعد بدل المحافظات تبقى مستوى الجمهورية. التقييم على مستوى وزارة التربية والتعليم مش الكنيسة. لا حضرتك استعنت بخبراء من الكنيسة. عشان حاجتين. أول حاجة ناس من كلية كليريكية. تمام. ومعهد الرعاية عشان عنده المعلومات. مستوى التقييم بالزبط. أو دقة التقييم. خدنا الدكتور عبد المسيح سمعان. أستاذ دكتور مسك المرحلة الابتدائية. والدكتور مراد حكيم بباوي كل اللي بحكيهم لك بيدرسوا في الكليريكية ومعهد الرعاية. الدكتور مراد حكيم بباوي ده بيدرس برضه في الكليريكية خد المرحلة الإعدادية وأبونا القمص أبونا القمص الدكتور بشوي عبده بتاع كفر صليب طبعا هو اللي صحح المرحلة الثانوية. حلو جدا. اللي طبعا احنا انتهينا من التصحيح بتاع دول فوجئنا بحاجة جديدة خالص ما حصلتش في أي مسابقة. إن فوجئت بإن في طلبة مكفوفين مقدمين بطريقة برايل صحيح حال المسابقة وطلبة وافدين وطلبة فئات خاصة اللي هم ضعاف السمع وإلى آخره. طب دول هيصححوا إزاي؟ كلمت سيدنا الأنبا هرمينا لأن الأنبا هرمينا هو المسؤول على التربية الدينية في المجمع المقدس. صحيح. يا سيدنا هنعمل إيه؟ قال لو العدد بسيط نشجعهم. فوجئت العدد مش بسيط. فهنا لازم استعين بخبراء متخصصين فريد برايل. ففي ابونا بشوي القمص ابانوب ده راعي كنيسه سمنود كنيسه الشهيد ابانوب اتكلمت معاه لان انا بروح اخدم هناك في الكنيسه في تصوني اسمها تصوني نيفين جرجس هي بتجيد برايل وخادمه وحصلت على كؤوس في مهرجان الكرازه تبنت التصحيح بتاع المكفوفين ومعاه فريق عمل تحت اشراف ابونا احنا شفنا كان في تكريم عدد منهم كمان فازوا وطبعا قداسه البابا يمكن موضوع الهدايا كان لها حكايه تانية برضو هدايا لما جت الوزاره قالت لي الاوقاف هي اللي بتدفع الفلوس بتاعه الهدايا يعني دون اعباء ماليه على الوزاره تمام انا عاوز اعدي المشروع مش عاوز اقف فجيت قلت له اكتب فاحنا في المكتب بتاع التربيه الدينيه اكتب بالجهود الذاتيه قلت اعدي الموقف جت كلمه الجهود الذاتيه حصلت علامات استفهام ايه المقصود بعد ما خلص بقى الموضوع كلمني ابونا بولس حليم متحدث الرسم باسم الكنيسه وله دور رائع في التربيه الدينيه سواء التدريبات او المستندات او مراجعه الكتب الدراسيه الخاصه بالتربيه الدينيه ما عادش زي الاول برضه وباكد على الحاجات دي قال لي ايه المقصود قلت له المقصود ان انا هشوف حد من رجال الاعمال يعني يساهم معانا في الموضوع فقال لي في جهه معينه قالت قلت له طب ارجع لنيافه الانبا هرمينا اللي هو يعني مسؤول عن التربيه الدينيه كلمت سيدنا قلت له يا سيدنا الوضع كذا 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 والمذكره الماليه موجوده معاه قال لي ما ينفعش نبقى احنا عاملينها من الاي تو زد وتيجي هيئه معينه تاخد هي الموضوع ويتناسب ليها صحيح قلت له طب شايف يا سيدنا قال لي الكنيسه انا مسؤول بالموضوع ده الكنيسه تقوم بتقديم الهدايا وكل التكلفات الماديه المطلوبه رجعت لابونا بولس قلت له فكلم قداسه البابا قداسه البابا قال له بلغ ان كتب في المسابقه ان الكنيسه المصريه القبطيه الارثوذكسيه هتقوم بكافه الجوائز وكافه الهدايا العينه الله وده طبعا وبالفعل تم امبارح توزيع 50,000 جنيه على نقدية للي فايزين لأن عددهم كان 33 بجانب الهدايا العينية تمام احنا معانا مداخلة هاتفية أستاذ إبراهيم مسيحة مدير عام سابق بالتربية والتعليم صباح الخير أستاذ إبراهيم صباح الخير أهلا بحضرتك وبالأستاذ إسحاق وبضيوفكم الكرام أهلا بيك والمشاهدين الأعزاء صباح الخير على حضرتك ويعني احنا بنهني نفسنا زي ما بنهني ولادنا اللي فازوا امبارح بالنقله والتطور اللي بيحصل في تدريس ماده التربيه الدينيه المسيحيه الاهتمام باولادنا وتكريمهم وتشجيع قداسه البابا ليهم وحضرتك بتشوف التطور ده يمكن الناس كانت منتظراه من سنوات طويله جدا اننا نهتم او يشوفوا الاهتمام ده في المدارس بالتربيه الدينيه حضرتك بتشوف ان احنا ممكن نكون يعني نطينا او قفز كده بخطوة كبيرة ازاي في الفترة دي اكيد طبعا هي قفزة جميلة وانا بحيي كل القائمين عليها وانا بصفتي يعني كنت برضو توليت في فترة ان انا ادرس التربية الدينية في المرحلتين الاعدادية والثانوية ف
يعني شايف ان ده كان شيء ضروري وكان لازم يحصل. وحضرتك طبعا تدريس الدين يرجع من ايام ما ابتدى الارشدياكون حبيب جرجس يدخل الدين في المدارس الحكوميه، وده كان يعني كان ضروري. فاحنا علشان نحافظ على هذا لازم ناخد خطوات، ولازم يعني من يعني باستمرار نحاول نطور من نفسنا ونعمل اللي بيقولوا زي ما بيقولوا العصف الذهني اللي هو يدينا افكار لتطوير هذه الماده. وعلى فكره انا يعني هذه لما كانوا بيسندوا ليا التدريس الماده دي ما كنتش بقول اي حاجه، لانها كانت بتحفزني على القراءه اكتر، كانت بتحفزني على الدراسه اكتر. كنت بختلط بالطلبه اللي هم الجمال دول، وبشوف ازاي هم بيتعاملوا مع كتابهم المقدس، وازاي بيتعاملوا مع منهج الدين، وازاي بيحفظوا المزامير وقطع اللي كانت بتبقى مقرره، وكانوا بيحفظوا اكثر منها. فكان في مشكله، بس هي كانت موجوده فعلا من المكان، زي يمكن ما حضراتكم اثرتوا هذا الموضوع، كانت بتبقى المكان بس هو اللي كان ايه بيبقى مشكله شويه. أيوة. فالكلام ده أنا بصفتي أن أنا يعني برضو كان أن أنا بكتب في الصحافة تحدثت فيه من عشرات السنين، وقلت أن لازم يبقى فيه زي ما يبقى فيه حجرة الرسم، وفيه حجرة مش عارف إيه، ومعمل العلوم يبقى فيه حجرة للدين، لتدريس الدين المسيحي. طبعا ما تبقاش على حسب الظروف أو المتاح يعني. بالضبط، لأن ده يعني أنت راجل بتستلم أي فصل فاضي وبتخش فيه، لدرجة يعني ممكن لو في حاجة من الفصل اللي موجود ده حصل فيها أنها فقدت، يبقى خلاص إحنا بقى اللي ممكن نكون عملنا كده. صحيح. فيعني فطالبت بهذا من خلال كتاباتي في الصحف، وأنا كنت كاتب صحف في جريدة وطني وفي أكثر من جريدة. ويعني زي ما بقول لحضرتك أنا سعيد جدا بالخطوات اللي بتحصل، وربنا ينمي وربنا يبارك. وتحياتي لضيوفك الكرام، وأنا معاهم في معاناتهم، لأن هم فعلا تدريس الدين بالصورة الصحيحة ده شيء لازم يعني بيبذل فيه مجهود. يكفي احساس الطلبه يا استاذ ابراهيم، واحساس المدرسين نفسهم هم بيدرسوا الماده دي، وهم بيبقوا متضررين من الاجواء او الوضع العام. بشكرك جدا استاذ ابراهيم مسيحه، مدير عام سابق بالتربيه والتعليم، على مداخله حضرتك. استاذه فيبي اتفضلي. اتفضلي. احنا بس عايزين يعني نعرف من حضرتك الفتره اللي الدكتور اتكلم عنها بتاعه الاعلان عن المسابقه، السعاده وردود الافعال اللي انت لاحظتيها من خلال الطلبه او المدرسين، يعني اكيد كان في تواصل من حضرتك طبعا. هم كانوا فرحانين جدا قوي بالمسابقه، وفي الاول ما كانوش مصدقين ان الموضوع ممكن يكون يتحقق على ارض الواقع بجد، وحاجه كبيره كده. لا يعني مش عارفه، يعني هم كانوا في الاول اول ما جينا ندي المسابقه هم فاكرين ان مسابقه الكنيسه اللي عملاها او على مستوى الابرشيه او يا جماعه لا ده الوزاره. فكانوا كله مستغرب جدا الفكرة إن هي فعلا الوزارة متفقة مع يعني بالتوافق مع الكنيسة ومسابقة وهيكرموا والبابا والوزير. الموضوع بالنسبة لهم موضوع كبير. ما كانوش يعني في كتير ما كانوش مصدقين يعني الموضوع، بس بصراحة بفضل المدرسين ومتابعتهم معاهم، ونشكر ربنا إن المسابقة وصلت لكل المدارس وكل المدرسين والكنيسة كمان. يعني إحنا كمان وصلنا، عشان زي ما دكتور عبد الله قال إن كان في فترة كتيرة الأولاد ما كانوش في المدرسة عشان جائحة الكورونا وكده، فكنا بنوصل المسابقه للكنيسه، والخدام في الكنيسه كانوا بيدوها للولاد، حتى اللي ما وصلتلوش من المدرسه كان بياخدها من الكنيسه بصراحه. وكله تعاون. برضه طبيعه المسابقه نفسها، يعني الولاد كانوا بيجاوبوا على حاجات ولا هم كانوا بيقدموا مقترحات؟ لا هي كان في حاجات فيها، هي كانت متقسمه ثلاث اجزاء، اجزاء ان هم بيبحثوا عن معلومه وبيجاوبوها بيختاروها، وفي اجزاء ثانيه للجزء البحثي ده كان بيخليهم ان هم يدوروا ويفكروا ويربطوا ويلاقوا افكار ويكتبوا. فهي كانت متكامله، من هي بيخليه يدور على معلومه، في جزء منها بيدور على معلومه بعينها، في جزء ثاني اللي هو الجزء البحثي ده هو اللي خد منهم المجهود الاكبر في ان هو يجمع المعلومات، سواء عن رحله العائله المقدسه، سواء عن الطاعه، سواء عن الموضوعات اللي هي بتاعه الابحاث. فخلتهم ان هم يقروا كتير ويسالوا كتير ويدخلوا على مواقع كتير على اساس ان هم يقدروا يعملوا البحث بالصوره المطلوبه. احنا معانا على الهاتف ابونا القمص هدر راشد، الكاهن بكنيسه الشهيد العظيم ماري مرقص ببني مزار في المانيا. اهلا بوتسك يا ابونا.
اهلا يا استاذ اسحاق. اهلا بيك يا ترون. وتسابونا يعني القدسك تقول لنا بتشوف ازاي اهميه التعاون ما بين الكنيسه ووزاره التربيه والتعليم في مساله ماده الدين المسيحي اللي كان لينا انتقادات ليها بتصل لمرحله ان احنا كنا بنضحك يعني لما بنتكلم من 10 سنين و20 و30 سنه فكره ان الولاد ينزلوا ويقعدوا وما لهمش مكان طب يقلبوها حصه العاب الحاجات دي. النهارده بنشوف مقرر مختلف, بنشوف توفير خادم بلاش مدرس متخصص في الدين المسيحي. رأي قدسك في الأول. أنا بصب على حضرتك وهبة وضيوفك الكرام الأستاذ الموجهة. والحقيقة أنا قبل كهنوت, أنا 28 سنة كهنوت, لكن قبلها كنت بشتغل مدرس. فالكلام اللي بتقوله أستاذ حق أنا فعلا عشته, لأن كنت بعاني في تدريس حصة الدين المسيحي من قعدة الحوش, من عدم وجود مكان, من يعني مش عايزين نتذكر الأحداث. لكن بنشكر الأيام الكويسة اللي احنا بنعيش فيها والعصر الجميل اللي احنا بنعيش فيه, سيادة الرئيس اللي حسس ان المصريين كلهم فعلا لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات. القيادة السياسية بيبقى لها دور كبير خالص في ان احنا نشعر كمصريين بان احنا كلنا بننتمي لهذه الأرض الغالية والوطن العزيز. بالنسبه للمسابقه الحياه الدكتور عبد الله عنده رؤيه جميله جدا 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 للتعاون ما بين الكنيسه والوزاره, وبناء عليه حط خطه منظمه وتدقيق جيد بعد مباركه قداسه البابا واستئذان سيدنا البابا المعظم بولس الثاني وباشراف سياسه الهرمينه والتعاون مع اللجنه اللي مع الدكتور عبد الله سواء من الكنيسه او من الاساتذه في الوزاره. وبناء عليه تم عمل المسابقة البحثية لطلاب ابتدائي واعدادي وثانوي, واشترك فيها زي ما سيادته قال أكثر من 45 ألف متسابق. وتم التصفية اللي حضرتك شفتوها اذاعت امبارح, وكان تكريمها امبارح بقداسة البابا. وده كله يرجع بفضل تشجيع وإبوة قداسة البابا المعظم الأمر. تمام, الشبكة يبدو فيها مشكلة. وفعلا احنا في شفنا مجهود رائع بذل من الدكتور عبد الله جدا من الساده المدرسين, من الساده مديرين الادارات ومديرين المدارس, واصبح وضع غير الوضع اللي كانت فيه في التربيه الدينيه المسيحيه في مصر. وحتى الدكتور عبد الله قسم المحافظات او ربنا يبدو في مشكله يا ابونا في الاتصال. شمال الصعيد في احد الاباء من سوهاج ماسك قطاع بالدلتا والقاهره واسكندريه وهكذا. فبيشتغل بتيم ورك رائع بشغل منظم, وبناء عليه كان في تدريب ل 1000 معلم مدرسي خدناها من فكره قداسه البابا ل 1000 معلم كنسي, وفي بنك المعرفه, وفي حاجات بصراحه رائعه وحلوه بتتعمل من اجل ماده التربيه الدينيه المسيحيه. ربنا يبارك في كل عمل بصلوات سيدنا وبجهد الناس المخلصين الحلوين وبالقياده السياسيه الرائعه لبلدنا الغاليه مصر. بنشكر قدسك جدا قدس ابونا القمص هدر الراشد الكاهن بكنيسه الشهيد العظيم مرمرس ببني المزار بالمنيا, نورتنا جدا, الف شكر. دكتور رنا, عايز اسال حضرتك عن اكثر المعوقات او التحديات اللي حضرتك شايفها دلوقتي, وعايزين نقول احنا هنبتدي نشتغل عليها بقى. احنا خدنا الخطوه الاولى, واكثر خطوه بتبقى صعبه هي اول خطوه, ان انا يعني التحدي الحقيقي ده. لكن الحمد لله نشكر ربنا احنا لقينا تعاون ولقينا استجابه من الوزاره, من سياده الوزير, البروتوكول التعاون اللي حصل لاول مره اللي احنا شفناه. فهنبتدي نشتغل بقى. حضرتك بتشوف اكبر تحدي هنبدا بيه هو ايه؟ هو طبعا الاول الناس تقتنع بان في تغيير. في تغيير. عاوز اقول لحضرتك ان في بدايه كل عام دراسي بيطلع فاكس يروح المديريات كلها بان حصه التربيه الدينيه امن قومي. معايا حضرتك؟ حصه التربيه الدينيه سواء اسلامي او مسيحي امن قومي. ده من الاول كده يعني, ده بيحصل ولا ده اللي هنشتغل عليه شغالين فيه كل سنه بقالنا ثلاث سنين بالطريقه دي. ولابد من توفير مكان مناسب لحصه التربيه الدينيه المسيحيه لأن بتشكل عقول. لأن طبعا عشان ده يطلع ويلاقي نفسه في الحوش زي الأول, أو يطلع يلاقي نفسه تحت السلم, أو ما فيش مدرس, دي كارثة. أنا بتمنى يكون مكان كمان ثابت ومحدد يا دكتور, يعني مش متغير من حصة للتانية. هو طبعا توفير مكان مناسب يليق بحصة الدين,
فطبعا كل مدرسه على قد امكانياتها، واخده في مكان موجود خلاص بيبقى الحصه دي ثابته، وشفتها في بعض المدارس مكان ثابت، فبقى ما فيش طالب بقى بيمشي في الحوش، واخده بال حضرتك، وتوفير مدرس برضو دي بقت كويسه. لكن هنا عاوز اديكم فكره بسيطه، حته توفير مدرس دي صعبه، دي اصعب حاجه واهم حاجه في الموضوع. احنا ما عندناش كود اسمه تربيه دينيه سواء مسيحي او اسلامي. الاسلامي بيسند بجانب اللغه العربيه، صحيح. المسيحي قلنا بيكمل نصابه القانوني تربيه دينيه، واخده بال حضرتك. فدلوقتي ايه يعني بقت الحصه ضمن النصاب القانوني، عدد الحصص بتاعته اللي بياخد عليها المدرس مرتب بالظبط، يعني هو الحصص 24 حصه. أيوة. مش هيزيد، هياخد رياضه معاه شويه دي مثلا. طب في ماده فيها وفر في المدرسين ما فيهاش عجز، ممكن ان احنا نستعين بيه كلي في التربيه الدينيه. دي اول حته عاوز اوضحها. تمام. الحته الثانيه، المدرس ما عندوش الثقافه الروحيه، او هو ما يعني ما هوش خادم، او ما احنا بنحاول على قد ما نقدر نخلي الموجهين دلوقتي يكون خادم في الكنيسه، ليه علاقه بالناحيه يعني مرتبط بالكنيسه حتى يقدر يتابع مع المدرسين. هنا بقى عملنا ايه؟ كتبنا في تدريب بتعمله هيئه الاوقاف، بتعمل تدريب لمعلمين الدين الاسلامي. تمام. كتبنا طلب وقلنا عاوزين نعمل تدريب لمدرسين الدين المسيحي. وكان الكلام اللي انا بقوله ده على اساس احنا هنقعد في الفيديو كونفرنس انا والدكتور محمود فؤاد ده مدير عام التربيه الدينيه، ونتكلم مع الموجهين او المدرسين. كنا في مؤتمر في الفيوم السنه اللي فاتت، وكان معانا ابونا اسمه القمص مقار لويس اللي هو راعي كنيسه ماري يوحنا في الزقازيق. فقال ضمن المقترحات بتاعته، قال بان ليه ما نعملش تدريب للمعلمين اسوى بالتدريب اللي بيتعلم للخدام بتوع الكنيسه، 1000 معلم كنسي. كتبت المشروع قلت فيه تدريب 1000 معلم تربيه دينيه مسيحيه. 1000 معلم تربيه. طب 1000 معلم يا فندم ده هيتجاب من خدام من الكنائس ولا من واقع المدرسه؟ المدرسين مدرس رياضه، مدرس علوم، هندربه. الفئات اللي انا قلت لحضرتك عليها. تمام. فالمهم ايه، رحت لابونا بولس لان هو ماسك موضوع التدريب. أيوة. وطبعا بجداره ومعاه هيئه محترمه طبعا جدا في المركز الاعلامي، وعرضت الفكره، فرح بها جدا ووافق عليها. بدانا نطلب منه في الوزاره الحقيبه التدريبيه اللي هتتدرب، وخدنا الحقيبه التدريبيه. يعني ايه الحقيبه التدريبيه؟ معلش احنا المصطلحات مجموعه دي. الكتب اللي هتدرس في التدريب. وورش العمل والحاجات دي، المنهج اللي هيتاخد عشان ايه الوزاره بتشرف عليه طبعا. يعني الكنيسه بتقوم بيه، بتقوم بكل حاجه. تمام. المكان والاقامه والمعيشه والاكل والشرب، تكلفه كلها الكنيسه بتقوم تقريبا. المتدرب بيكلف 1000 جنيه. الكنيسه اللي بتقوم بيه كامل. خدنا موافقه على تدريب 1000 معلم. طب انا هستاذن حضرتك، هنكمل بقى ايه اللي هيحصل مع ال 1000 معلم، بس احنا عايزين نبارك بقى لاولادنا اللي فازوا كده. ابانوب، صباح الخير يا ابانوب. صباح النور. الف مبروك على انك فزت وكسبت واخدت الجائزه يا ابانوب. بتسمعني؟ أيوة. من التلفزيون. انت عندك كام سنه؟ عدي 12. 12 سنه؟ اه. يلا احكي لي بقى عن المسابقه بتاعتك، وعملت ايه واخدت وقت قد ايه عشان تدور وتعمل بحث وتقرا، ومين ساعدك؟ لا حضرتك انا ما دخلتش المسابقه. انا عايز اسال، في مسابقه ثانيه هتحصل؟ اه حبيبي. انت انا افتكرتك انت كلمتنا عشان انت اخدت الجايزه. لا هو في مسابقه ثانيه تحصل، اصل انا عايزه اخش فيها. يا حبيبي حاضر، هنقول لك حالا. حاضر. ان شاء الله برضو بقى المره الجايه يعني هبارك لك واقول لك مبروك انك دخلت المسابقه الثانيه. حاضر. طب ولو سمحت دي هتبقى برضو في كنايس المرج؟ حاضر، هنجاوب عليك. شكرا ليك يا بانون. شكرا يا بيبي. هكمل موضوع التدريب بعد اذنك. طبعا اتفضل، وبعدين نجاوب على بانون. فاحنا اللي حصل جات الموافقات كلها، وابونا بولس جاهز الحقيبه التدريبيه وكل حاجه، وبدأنا التدريب في دير الملاك بنقادة هنا، ونيافة الأنبا بيه من وفر كل حاجة المتدربين، وتم تدريب تقريبا 250 متدرب. ده بالفعل تم تدريبهم خلاص كده السنة اللي فاتت. الكلام ده اللي بحكي لك عليه. أيوه. وبعد كده عملنا تدريب في درونكا تبع الأنبا يؤنس. والتدريب بيبقى عبارة عن إن أنا عاوز أوضح لكم برضو علاقة الوزارة والكنيسة بالتدريب. أولا بيبقى في محاضرة الأسقف في المكان، يعني محاضرة الأنبا يؤنس مثلا عملها،
في اليوم الأخير، وبيبقى فيه محاضرتين، محاضرة بيديها الدكتور محمود فؤاد ومحاضرة بديها أنا. احنا الاثنين بنعتبر بندي شرعية للتدريب اللي تبع الوزارة. من الوزارة. تمام. وفي طبعا أبونا موسى بسوهاج وأبونا بولس حليم، وفي ورش عمل بتعمل 8 ورش عمل. الناس لما كانت جاية التدريب كانت جاية زهقانة. خد بال حضرتك بعتنا لهم جوابات من الوزارة عندكم تدريب ومهمة رسمية. هم حاسين مفروض عليهم. أقول لك أنا مدرس رياضة أنا مال أنا هو مش فاهم مش فاهم إن التدريب ده هيبقى بالطريقة اللي حصلت. أيه. الناس بقت ماشية بعد ما خلص التدريب مش عاوزين يمشوا. لأن استفادوا فعلا. إحنا بالنسبة لنا كمسؤولين شايفين حاجة جميلة. أبونا بولس حليم ما يعني مش عاوز أقول لك السن ده بيتعامل إزاي مع يعني كل طالع مستفيد. كل طالع فرحان ومبسوط. حلو جدا طبعا. وقف التدريب موضوع كورونا، كان عندنا التدريب في وادي النطلون بعد كده وقف طبعا عشان موضوع الكلام ده في شهر مارس. واحنا حاليا بنعد خطه مع الوزاره طبعا وكده على اساس ايه يرجع التدريب ان شاء الله زي اسوب اللي بيتم في الاواف، يعني في مش في توازي، في تطابق كل حاجه. عايزين نتكلم ونروح للاستاذه فيبي، بس معانا مداخله. استاذه مريم شحاته موجهة اول تربيه دينيه مسيحيه سابقا بوزاره التربيه والتعليم. استاذه مريم اهلا بيكي. اهلا يا استاذ حات. اسمعينا من التليفون بعد اذنك، ها بلاش التلفزيون. انا بكلم حضرتك من التليفون. انت منورانا، حضرتك منورانا، وتقول لنا راي حضرتك بما ان حضرتك موجه سابق في خاص بماده التربيه الدينيه المسيحيه، راي حضرتك في التطور اللي بيحصل والاهتمام بماده التربيه الدينيه المسيحيه والتعاون بين الوزاره وبين الكنيسه. الحقيقه انا قبل ما اكون موجهه للتربيه الدينيه انا كنت مدرسه لماده الاحياء، وكنت باخد حصه التربيه الدينيه لاني كنت بخدم، فحس قد ايه قيمه الحصه، يعني انا بعتبرها اكبر واعظم من خدمه مدارس الاحد او التربيه الكنسيه. لان التلميذ او الطالب بيحضر مرتين في الاسبوع في تركيز شديد جدا في الحصه. فان كان المدرس خادم ويعرف قد ايه قيمه الوقت وقيمه التعليم وغرس القيم في نفوس الاولاد هتثمر ببركات يعني غير عاديه في حياه اولادنا. وعشان كده طبعا انا يعني فخوره اني انا كنت بدرس التربيه الدينيه من سنه 81 لحد ما طلعت معاش، كملت في مادتي ولحد ما طلعت معاش وانا ماسكه التربيه الدينيه بجنب مادتي الاصليه، كنت موجه اول لماده الاحياء. وطبعا انا بشكر ربنا ان ده كان بالنسبه لنا حلم ان يكون في مسابقه للتربيه الدينيه. وعشان كده لما جت المسابقه واولادي احفادي كانوا وافدين اللي هو جورج اسامه فوزي ومريم اسامه فوزي اللي هم الوافدين، كان بالنسبه لي حلم. هم جايين من مسقط من عند ابونا سوريال الانبا بشوي ونيافه الانبا يوليوس. كان بالنسبه لي حلم جميل اني او لاحفادي يشتركوا في المسابقه، لان كنت في الفتره دي بطلع معاش والمسابقه كانت موجوده. وانا شجعت وبعثت للمدارس والمدرسين عشان يشتركوا، كنت فرحانه جدا بيها، يعني كنت طايره من الفرحه على العمل اللي ربنا عمله على ايد الدكتور عبد الله ومشاركه قداسه البابا ومكتب التربيه الدينيه في الوزاره. جميل. تمام. احنا بنشكر احفادي برغم ان احفادي برغم ان هم جايين من مدارس انترناشونال كانت اللغه العربيه بالنسبه لهم صعبه جدا، لكن كانت بالنسبه لي يعني تحدي ان الاولاد يشتركوا في المسابقه. تمام. وبنعمه ربنا يعني بذلوا جهد كبير جدا عشان يكتبوا، لانهم اصلا بيكتبوا لغه انجليزيه ويا دوب بداوا يتعلموا العربي السنه دي عشان موافدين السنه دي، فكانت بالنسبه لهم صعبه جدا، بس اشكر ربنا انه كلل تعبهم ومجهودهم بان هم فازوا. وده طبعا صحيح ودي حاجه طبعا يعني مهمه جدا امبارح وانا في اللقاء بتاع البابا. صحيح صوره تفرح فعلا. انا بشكرك جدا، معلش لضيق الوقت يا استاذه مريم، بنشكرك جدا استاذه مريم شحاته موجهه اول ماده التربيه الدينيه المسيحيه سابقا، الف شكر لحضرتك. شكرا لك يا استاذه مريم. استاذه فيبي تعاملاتك مع مدرسين التربيه الدينيه، وطبعا يعني احنا بصدد التدريب وان شاء الله نشوف طفره فيهم، ويعني ان انا ادي الماده دي وانا مقتنع ان انا بدرسها حين. وانا مش مجرد تكمله حتى عدد للحصص. لو قلت من خلال تعاملاتك مع المدرسين والنهارده ولان الوقت بيجري بسرعه
انت عايزه توجهي لهم كلمه، سواء في دعوتهم للاستجابه للتدريب او لملحوظات كنت بتشوفيها من خلال تعاملاتك معاهم. هو انا حابه اقول حاجه نقطه، فضل. ان اللي مشترك في التدريب هو مشترك بناء على رغبته، يعني مش كل مدرس مجبر يعني انه يروح. لا 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 لا، ما فيش موضوع الاجبار ده، مش موجود اطلاقا. هو اللي بيدرس اصلا ماده الدين المسيحي او عنده استعداد او ليه قابليه هو اللي طلب. يعني احنا لما عرضنا يا جماعه في تدريب، اللي حابب يقدم اسمه او اللي حابب يشترك في التدريب هو اللي اخذنا اسمه، مش ما فيش حاجه اجباري يعني. بس اللي انا بقوله ان هي في الاول وفي الاخر بيبقى موضوع خدمه. كتير بنبقى في بيوتنا ما بنقدرش ان احنا نخدم بواقع المسؤوليات والارتباطات. صحيح. والبيت والولاد وكده. فصدقيني في كتير منهم جدا بامانه بيدوا بحب، هي اهم حاجه. يقول لك انا مش عارف اخدم في الكنيسه، فانا حابب ان انا يعني اوصل كلمه ربنا للولاد من هنا. واقليه بيبقوا واخدينها، لا انا مالي، انا مش تخصصي، انا تعبان، انا مش قادر، انا عب. احيانا كتيره بعذرهم لان اللود بيبقى جامد عليهم، الحصص بتبقى زياده. بس ان شاء الله بتوجيهات دكتور عبد الله وبالمحاولات الكتيره اللي احنا بنعملها والوضع الجديد اللي احنا كلنا بقينا فيه، ان شاء الله تبقى افضل ومحدش ياخد اكتر من نصاب ويبقوا مبسوطين عشان يقدر يدي. دكتور عبد الله، اولا طبعا ربنا يعوض حضرتك على المجهود الكبير والانجاز الكبير اللي حصل. لكن لو احنا باقي دقيقه كده ولا حاجه، لو حضرتك حابب تقول لنا دكتور عبد الله بيحلم بايه في الفتره اللي جايه؟ هو طبعا انا بس عشان في طالب كان بيسال على المسابقه الجديده، عايز اوضح للناس في حاجه جديده عملناها السنه دي. المسابقه كانت للمرحله ابتدائي واعدادي وثانوي. عملنا السنه دي مسابقه للمعلمين والموجهين هم كمان. حلو قوي. المسابقه احنا بنحط فيها شرط، ممكن الطلبه يخش على النت ويحل. عاملين البحث لازم يكون بخط ايد الطالب. وحطينا السنة دي فيها جزء محفوظات عشان برضو يعني لازم يكون حافظ أجزاء الكتاب، نتأكد إن هو شارك عشان الفترة قدامنا دلوقتي طويلة. فالمدرسين هيشتركوا والموجهين هيشتركوا، وقداسة البابا ما بيتأخرش عن التربية الدينية. هتبدأ إمتى يا دكتور دي؟ هتبدأ إن شاء الله الأسبوع الجاي تبدأ، وتعلنوا عنها في المدارس وفي الكنيسة برضو في مدارس الأحد. المسابقة الإسلامية والمسيحية الاثنين مع بعض بيتطابقوا، يتوزع على كل المدارس، يبتدوا في نفس التوقيت. نفس التوقيت. حلو قوي. ونفس الاسلوب. وحضرتك الوزارة طورت الكتب بتاعتها من اولى ابتدائي لغايه ثالثه، كتاب الدين المسيحي يساوي كتاب الدين الاسلامي من حيث عدد الصفحات، بنط الكتابه، عدد الصور، في دليل معلم. فاحنا بنقول بدل من ان تلعنوا الظلام قضيء وشمعه، الناس المتشائمه يتفائلوا ان شاء الله. احنا متفائلين جدا، والحقيقه بنشكركم جدا استاذه فيبي لبيب بطرس موجهه باداره المعصره التعليميه. الف شكر حضرتك نورتينا. دكتور عبد الله ابراهيم حنا منسق العام للجنه المجمعيه للتربيه الدينيه وخبير الماده بالوزاره، الف شكر لحضرتك مره ثانيه على مجهودك وعلى المشروع العظيم اللي بتعملوه. ربنا يخليك. نورتونا ومره ثانيه صباح الخير عليكم. نتقابل معاكم في المسابقه اللي جايه ان شاء الله وحاجات جديده اكتر وتفرح اكتر. شكرا مره ثانيه ليكم. نشكر حضراتكم جدا على حسن متابعتكم لينا في حلقه النهارده. بكره ان شاء الله 9 الصبح حلقه جديده، والى اللقاء. صباح الفل.